عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعاً في أحسن صحة وأسعد حال. أنا بعمل الفيديو ده عشان أجاوب على سؤال أحد الحبايب المتابعين، وإنتوا شايفين أنا لابس شوية كده ليه؟ على أساس الدنيا مطرة، فالزعبود ده ينفع في وقت المطرة الخفيفة، لكن لو المطرة شديدة طبعاً لازم الواحد معاه أمبريلا، ولو أشد شوية في حل تاني الواحد ياخد الإيه؟ السايد كار. المهم أنا إيه؟ لسه في البيت ونازل، فقلت أستفيد من 3-4 دقايق دول المشي أعمل فيديو أجاوب فيه على أحد الحباب اللي سألني عن التستوستيرون. الحقيقة مش هو لوحده اللي بيسأل عن هذا الهرمون، وإنما في ناس كتيرة قوي بتسأل عن هرمون التستوستيرون، واللي بيسألوا عن هرمون التستوستيرون ده بيبقى أكيد يعني بيبقى عادة عنده سبب، يا إما النشاط الجنسي عنده ضعيف شوية، يعني الانتصاب ضعيف، سرعة قذف، ما عندوش شهوة، ما عندوش رغبة للست بتاعته، فبيظن إن التستوستيرون بتاعه يكون هو السبب. الحاجة التانية برضو في بعض الناس بتحتاج تاخد التستوستيرون دوت لما اللي هم يحب يلعب رياضة ويربي عضلات، فسمع ان التستوستيرون ده بيربي ايه عضلات. الحاجة التالتة واحد عنده كرش او دهنيات هنا وهناك، فسمع ان التستوستيرون ده طريقة انه ينزل بيها الدهون. الحاجة الرابعة ان واحد مثلا برضو راجل لقى ايه طلع له حاجة اسمها جاينيكوماستيا، وده كبر الثديين، ويعني اللي عنده جاينيكوماستيا فعلا وثبت ان هو عنده جاينيكوماستيا، لان مش كل تضخم ثديين يبقى جاينيكوماستيا، لكن جاينيكوماستيا ليها علامات، وانا عندي فيديو بتكلم فيه عن الموضوع ده. فاللي عنده جاينيكوماستيا اكيد طبعا بيبقى التستوستيرون واطي. طب احنا المفروض انت تعمل ايه قبل ما تفكر في انك انت تاخد تستوستيرون؟ دي اول حاجه. وبعدين هو انت تاخد تستوستيرون كده من الباب للطقم اول حاجة تعملها تاخد تستوستيرون؟ لا، في حاجات تانية تعملها. اول خطوة لو انت شكيت ان المشاكل اللي عندك ديت نتيجة التستوستيرون، بتعمل تحليل تستوستيرون. النتيجة الطبيعية من 3 الى 12 ميلي جرام، ده بمقياس، او 300 نانو جرام الى 1200 وشوية كده، يعني 1200-1300 نانو جرام. اذا لقيت التستوستيرون بتاعك فوق التلاتة، طبعا فوق الثلاثة أربعة خمسة ستة، يبقى ده في حدود الإيه؟ ده في حدود الطبيعي. لكن لو التستوستيرون بتاعك تحت الثلاثة ده فعلا يبقى منخفض. طيب هو ممكن تاخد التستوستيرون أو بدائل التستوستيرون لو كان التستوستيرون منخفض أقل من ثلاثة، أو حتى كان طبيعي بس إيه يعني طبيعي منخفض، يعني من ثلاثة أربعة خمسة، لأن الطبيعي لحد 12، فأنت 3 4 5 6 بيعتبر طبيعي منخفض. في الحالة دي تقدر برضو تاخد إيه؟ بدائل التستوستيرون أو التستوستيرون. بس قبل ما تاخد التستوستيرون في كذا حاجة تانية. إيه هي؟ أي يعني قبل ما تاخد التستوستيرون في خطوات تانية لازم تتعمل الأول. قبل ما أخد تستوستيرون حبوب أو إبر أعمل هذه الخطوات الأول. إيه هي هذه الخطوات؟ ايه هي الخطوات اللي انا اعملها قبل ما على طول اخد تستوستيرون حبوب او حقن؟ الخطوة الاولى تتبع اسلوب حياة صحي، تعمل الكلام ده حدود شهرين. اسلوب حياة صحي يشمل جزئيات تحتيها. الجزئية الاولى الطعام المناسب، طبعا الطعام المناسب اللي ممكن يساعد على زيادة الهرمونات وارتفاعها في الدم. النوم السليم الصحي المناسب اللي هو من 7-9 ساعات يوميا. الرياضة برضو، في رياضة مخصصة مناسبة لرفع التستوستيرون، الرياضة العنيفة، مش عنيفة يعني ملاكمة ومصارعة حرة، لا، التقيلة، رفع أثقال، جري أو مشي جديد، رفع أثقال الحد الأقصى بتاعك حوالي نص ساعة أو إلى ساعة كل يومين، يوم بعد يوم. وفي الحاجة التانية المشي العنيف حوالي نص ساعة يوم بعد يوم أو كل أو خمس أيام في الأسبوع، والهرولة أو الجري اللي هو بنسميه جاجينج برضه حوالي نص ساعة
يوم بعد يوم او 5 ايام في الاسبوع. ديت اسلوب الحياة الصحي الثلاثة دول. الحاجة الرابعة ان انت تاخد مكملات غذائية من النوع المحفز لإفراز التستوستيرون، برضو تاخدها لحدود 2 3 شهور، وبعد كده بتعمل تحليل تاني للتستوستيرون تشوفه ارتفع ولا لا. لو مفيش فايدة في الكلام ده كله، ده الوقت المناسب اللي انت تعمل فيه تاخد فيه تستوستيرون، يا اما حبوب يا اما حقن. بس اخذ التستوستيرون لازم يكون تحت اشراف دكتور متخصص في الهرمونات والغدد، ويقيس لك دايما مستوى التستوستيرون ويظبط لك الجرعة بناء عليه، لان اخذ التستوستيرون بدون انضباط وبدون اشراف طبي بيعمل مصايب كتيرة. دلوقتي هروح الشغل واديني كده هتعمى بهذا الشكل عشان المطر، وبعدين المطر بيقولوا شديدة يعني متوسطة، فمش هينفع دي لوحدها، فلازم لازم اخد الايه الامبريلا واستعد بقى اشوفها، طبعا اجربها لحسن تكون ايه بايظه، واتورط تحت واتوكل على الله، وانا ماشي في سكه هكمل حواري عن التستوستيرون ومضاعفاته ومشاكله. يا سلام، ده المطره فعلا هم وقفت المطره، بس الظاهر انها عامله فيضان في الشارع، يبقى اذا لا تنفع معاها شمسية ولا ينفع معاها الزعبوط اللي انا لابسه ده، يا اما ولا حتى يمكن السيد كار، لازم بقى اطلب العربية عشان تجيني، يا اما استنى. على كل حال هي المطرة هنا ما بتاخدش نص ساعة تلاقي الشوارع دي ناشفة تاني، بس انا عندي فرصة هو امشي لحد اما تجيني العربية على ناصية الشارع، امشي تحت البناية بتاعتنا اهي، مفيش هنا مطر. المهم الحق بقى اجاوب في الدقيقتين دول السؤال بتاع التستوستيرون. التستوستيرون وما شكله، التستوستيرون لما الواحد بياخده بدون انضباط بيحصل عنده مشاكل كتيره جدا، ابسطها ان هو بتتحول عنده الغدد اللي كانت بتفرز التستوستيرون الى غدد خامله، ما بتفرزش التستوستيرون، يا اما ياخد بقى التستوستيرون العمر كله، يا اما اما بيجي يوقفه هيلاقي عنده الخصيتين دمروا. طبعا الخصيتين دمروا ما بيعرفوش يفرزوا تستوستيرون تاني، والحيوان المنوي بيقل او ينعدم، يبقى اذا الخلفه عنده اتضربت. ثالث حاجه لما الخصيتين ما يشتغلوش ولا الادرينال اللي بيفرزوا التستوستيرون، التستوستيرون بتاعه هيبقى منخفض جدا جدا بدرجه، بحيث مش بس هتاثر على شكله ومظهره الرجولي، لا ده هتاثر على نشاطه وعلى حيويته وعلى قدرته على التعلم وعلى قدرته على التذكر والاستيعاب، دايما هيكون تعبان ومرهق ومجهد وما الى ذلك. الميه في الشارع الشديده، وانا وصلت لاخر البنايه ولازم اقف استنى العربيه. شكرا لمشاهدة الفيديو، وما تنسوش الاعجاب به والاشتراك، وايضا تفعيل الاخطارات بالتشيك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات اول باول.